بهتر لسر في مجاري راد وستن لقل ميفاني خوا بريز دكتور عبد الباقي كولو سياسة مداري كرد قطو بيش دكم دكتور دمات باشفا سباس جبو امدابونا تا جي داخلانيا اكار امي دست ببكن نهاجي تل رابورت قهدار كر دبجه كو هر هولك يعني او ناخوزن زيان بگهنن پنابرين سوريا باشه چاو زیان ناگه پنابرین سوریه و اوجی دخوازن وان پنابران جاره کدن وگرینن سوریه و وگرینن مرنه او تماشمانی وی هیجا و دره سپاس عزیز نزانه دستگه کریزه سوری ده هزار و یازده مثلا ترکی رولک کریست رولک گلک مزن به کریزه سوری یک جی مثلا او پنابری و چون هندروی ترکیه و مليون على يقول تركيا على بلاد بن يعني قالك بدن قناعتك يا ام سوري بقشتي كتيبات حكومتها تركي وخيبو او بنابار حوان الولاد اخوة طبعا ارمج نوي سياسي قالك يسالها الحب بس زيارة يعني ملتي مي سوري طبعا ايرو مسلوقتي مرب قلناه نعم يستملتي سوري ملتي سوري ملتي كفريشانة قالك مانديبو قالك تعبي قالك تعدلي هات بس او بوزيسيون سوري يا بريالا خو سياسي بشتي تمامي خسر سي تركيا دا هنجي او براسي او شاشتي حقي خواني خلكي سوري حقي ودا اما نسبة فغراندا فلابالا او نتعدل ولا نادي يعني رجيم السوري وابو امزان اجتها صاروا اصلاح والقاس كل سوري فانا بربونا واربونا وشخص كس ونبابونا وكس زندان هذا عطنا كشتين حتى رجائي رجكي رجيم السوري او خونا قهارتي يعني فكري خونا قهارتي دالي دا خوازية ملد دا يعني وكانوا تشتغل سوري شيء مالي او ايرو سركرياتي سوري وسرو كمال سوري هي عقليا بري ده هزار وعزة فكرة باشا ايرو دفكر انه او قنابات تود بيجي فكر وهزرا رجيم نهاتي جوهرتن باشا ايروان بحصا نزيبوني نافبرا تركيا و ورجيم السوري ده كان هلوست تركيا چما هاتا جوهرتن ده دا سبيك ده هلوست بقال سوريا رابو هلوستن تركيا ده صدارين تركيا ده دان كو اف رجيم دفي ورا هلوشاندن چهشت كو هفكيش معادلة ورا جوهرتن و هلوست جا يعني ايش بنيفا ورا جوهرتن ازي برصفات بدهم يدوا بس يا كم هي تمام لك بو خطيبين في زلالكم زي ما يدوا او مثلا فنابر متعدل وانا نادي اقل فنابر السوري بقدر السوري قرر قرنتي كان بدولتي هاد يعني ايرو مثلا رجيم السوري بهوري بينين ملتي السوري قبا مترسيك البيني نزكونا قد لابنا تركيا وسوريا ده طبعا ما في واهية بقولوا جي قيمت بجم بقرا انا بلا السوري قرا جرانتي كنا بدولتي دولتي خدي باندور وخدي بريار ايو جرانتي كي بدنا من السوري تعادل لنا بجبر لي جيبو مش تقول لي اما برسات الدواء كما نزيكي هردو يعني مثلا تركيا وقت ثاني به جاره مثلا سكرداتي او سر كمال تركي بس زلالي وشكرا قلتنا قرا كاب درجين بيرو خاندن ايرو مثلا تخوازي خوانيزيكي سوريا الرجيم السوري يجي روسيا رولك ليس رولك قالك مثلا وقالك هاول دا وتيدا طبعا انجام اني مثلا او هاول بنا يا بوتين يا سلوكي روسيا او تاثيرك مثلا تركي كير وهجبوا تركيا المستاخو بي يعني بوكر يا دو امجي كي هيبا ششادا ايار دا امثالا هل بجاردن هنا تركيا دا بلي. او هل بجارتين يعني اردوغان تخوازي بي مسلي بكار بي نشخوله بخي وكا سركفتنا كالسياسي ده هل بجارتين خودا جبولو تخوازي خوانيزي كي رجيم السوري طب هل دو السلين اساس ايش تنقو مثلا اردوغان او ام بيج الحكومات التركية يعني وستاخو بي دكتور عبد الباقي هل ويستا جهة بي ديارة جي رجيم السوري جي دوسيا بانابارين سوريا جهة بي وكو بارتياكا اوبوزيشون هلوستا اخر بي وقت انها بحثها البجارتنان كريا اگر هيا كو بشتي حزيراني بشتي الدارخصتنا هالبجارتنان ورا قهارتن بزاني او 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 هالبجارتني قو تشيب من دهزار يعني دهزار السي حيبا الشاش
براستي مساله كي قال كي مصيريه جي تركيا بله دوبرا ايما ام كردجي كي قالك ام خرجي مساله اماده بكن جبر تركيا استقلالياتي تركيا بجن بيمانا لوزان نيسان ده 2023 هالوشاندن ابش كي براستي قالك كرد خجر اماده بكن. جبر حكومتها تركي يعني او هناك مثلا بيجن جارنا بشكل كي علني بيجن خوازن ولايات موصل وآل سوري وروجابا كردستاني وحتى يونانستان وبلغارستان يعني مثلا خوازن او اتفاق لوزان يقول بينن هذا تشيكرن وقت بري ست صاري قالك تعادل تركابوا اما مسألة اللي تري مسألة جهة في طبعا وش كي موقف وانا هالوسط وانا غير الزلال ام سوري بقشتي بونا وكا ضحيا بابنا كوكينا بدولتي هريني بقشيت بن دكتور مخابن يعني شاشتيا بلي ام بحصة جنها حتى هالبجار تنان نزيقونا تنافبرا رجمع سوريا وتركيا ده ويدا تشوق وناغا ده تشوق وناغا كده با چه پیشاتای وی چه ببن؟ مثل زنه او گفتگود نبینه رژیم سوری و ترکیه ده نه ایرون یعنی مثلا نقطه گو سروک استخباراتی وراد چه سوریا سی چار پین جارال شامیل گلم علی مملوک باب دورد آخفن دور گاستر آستکین و وزیر بروانی هر دو جکل موسکو آنه هر دو یعنی او مثلا دیدنا هر دو سروک کمارا تشتکی بمینه وكا مسألة بروتوكولية أما اتفاقيات بيمانية إيو تشيل من دابنا وانا زود الشيء هاتي أم ذكرن وهاتي قبول كرش آلي الرجيم السوري وهاتي قبول كرش آلي تركيا لي مخابن يعني أب بيمانا إيو تشيل من هاد دابنا هردوك هذا تركيا وسوريا دا بجم يعني حقي بنا وي بلتي السوري وي جراندي قالك جراند وديني وقالك اوبوزيسيون السوري خلاف يعني البي مسألة يخشك سلبسك مي أوجك يا حازريك خبك وجهي في معنى وشي بين نابنا رجيم السوري نابنا تركيا ده وتايبت كردجك دي مسألة هاج بي مسألة هابن جبر ما ترسيك قالك ما صن هيا جبر أردوغان طبعا أو ما في ويا يعني جامير جبو ولا تي خدك جبو بلا تي خدك واس فكرة بلكي وتشتي وكي نبدلي منو تي أو نبدلي خلكي من سوريا بس بخابن يعني تاري سياسي ده وتاري فلسطيني ده وقتين ما نبري يعني أخوي سياسي بفروشي دولتك تشنا دولتي بين هاريمي بي أب إنجام أب إنجام تكنولوجيا دائما إن فؤاز دائما تبارتكم أم كرد أو سوري تكشتي قالك بريالا ما سياسي بريالا كستر بخبي يعني دس دولتها ده بين دس دولتي هاريمي وانتي الدنيا ده بي هيا ما تجهشت دكتور حيامة تجهشت جالك سباس جبو دكتور عبد الباقي كولو سياسة مدار الكرد للسر باش دار سباس